فخليني انتقل للسيد النشوع. سيد النشوع، يعني فيما تحدث به الشيخ، يعني تحدث، يعني قال لك نحن فصائل مقاومه، فصائل نعمل لاخراج المحتل، ما قدرت الحكومه العراقيه تخرج المحتل ولا البرلمان ولا اي جهه، فنحن عملنا عمل نظامي حتى نخرج المحتل، اذا ما قدرت الحكومه بالدبلوماسيه فنحن نقدر بالسلاح. هذا كلامك شيخ؟ نعم صحيح. نعم تفضل. فهاليوم نتحدث عن فصائل منضبطه، فصائل هذا اليوم عمل مثل ما تحدث به الشيخ، عمل بطولي مقاوم ضد الاحتلال. تفضل. نعم انا عندي مداخله يعني ويا الشيخ بالناحيه المقاومه. انتم هسه كل الفصائل مجموعكم 63 هي المقاومه اللي ضد الامريكان. ما موجود 63 فصيليه. 63 شنو؟ الله وكيلك ما موجود، ما متجاوزين العشره. 63 فصيل. لا لا هذه ما والعشره الاعلام هذا شيخ كتب. شيخ شيخ نعم. لا لا انا بالنسبه لي راح اسالك هذا السؤال خالد. ليش انتم المقاومه مالتكم الان اذا هي يعني نقول عليها دائره المقاومه فقط تشمل فقط الشيعه؟ امريكا محتله العراق كله، سنه شيعه اكراد محتلت امريكا، ليش ما شكلتوا فصائل على غرار فصائلكم من السنه والاكراد حتى يقاومون الامريكان؟ مع احتراماتنا للجميع، مع العلم ان المقاومه السنيه. اجاوب مباشره او نعم تفضل. بس خلي هذا بس سؤالك، عندك سؤال بس هذا سيد النشوء؟ هذا واحد. لا والشيء الاخر اللي هي ضد الامريكان وضد قوه امريكا. لا لا ماني حتى هو هذا السؤال الاول. السؤال الثاني نعم. انه احنا بالنسبه اليوم تعرف انت العراق بعد عام 2003 كقوه عسكريه انتهى بفعل ضربات امريكا والتحالف الدولي. اليوم انه احنا نجي نقارن اسلحه الحشد او اسلحه المقاومه اللي تمتلكوها انتم، هل هي اقوى من الاسلحه الامريكيه او اقوى من القوه الامريكيه باعتبارها القوه الاولى في العالم؟ لكن يقول لك امريكا تخاف عيني، ايران ضربت امريكا بالعراق وضربتها بالصواريخ وامريكا ما قدرت تسوي شيء. يعني ضربتها بسخانات، ضربتها بسخ اقول لك حكايه، ضربتها بسخانات مال مي. بسخانات بسخانات مال مي ضربتها، انا دا احكي لك هذا الكلام اللي من عندي كتاثيرات عسكريه. سلاح جديد سخانات مال مي وست إيه لا هي سخانات مال مي. ترى بالنسبه لايران اذا ترجعين عليها كقدرات زين، حتى جيل خامس ما عندها كطيران. هذا واحد. امريكا تمتلك الجيل الخامس اللي هو الان طائرة الاف 35، اذا طارت ستة على ايران تسقطها. امريكا الان من تدير مشروعها في المنطقة تدير على ضوء معطيات مو على تقدر تجاوب شيخ يعني احنا بالنسبة لنا احنا دا احكي لكم حكاية. لا هاي بوب جي يعني اكو مقدرات واكو مقاييس دولية واكو اطر دولية شلون تحط الجيوش بالعالم وقدرتها العسكرية وقدرتها الجيوستراتيجية. انطيني هسه قدرات ايران الجيوستراتيجية بالعالم، شنو قدراتها؟ شنو قدراتها؟ قدراتها على صواريخ البالستية؟ هذا المشروع اصلا انت تعرفه اني وانت نعرفه هو مشروع كوري روسي استخدمته ايران. نعم. مو انتاج ايراني 100%، بالاضافه الى ذلك انطيني طياره ايرانيه اليوم، ليش ايران تستخدم الطائرات المسيره ما تستخدم الطائرات المقاتله؟ لان هي اصلا طائرات المقاتله والقوة الجويه الايرانيه اصلا منتهيه بالخدمه. نعم وعندها كل طائراتها من الجيل الثالث التي لا تصلح للخدمه.